بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب وقوت الصلاة. وقوت الصلاة، وذكر أحاديث منها. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه من جملة ما أورده الإمام مالك رحمه الله في باب وقوت الصلاة، وسبق أن مر قبله أثران، وكل منهما فيه بيان عمر رضي الله عنه لأوقات الصلاة لعماله. وأبو موسى الأشعري كان عاملا له على الكوفة، فأرسل فكتب إليه يعني يذكر له شيئا من أوقات الصلاة. قال صلي أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية. صلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعني أن هذا الوقت الذي يعني من خروج وقت الظهر إلى أن يعني يقرب الاصفرار وتكون الشمس بيضاء نقية في جميع ذلك الوقت، من حين خروج وقت الظهر إلى قرب اصفرارها، فإن هذا هو الوقت الاختياري لها، والذي ليس للإنسان أن يؤخر عنه. وبعد ذلك إلى غروب الشمس وقت اضطراري، يعني من لم يتمكن أو من حصل له نوم أو حصل له يعني شيء يمنعه ثم صلاها يعني بعد استرار الشمس وقبل غروب الشمس، يعني فإنه يكون مؤديا لها وليس قضاء. ثم قال إيش؟ أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، يعني بعد يعني معناه بيضاء نقية، يعني المسافة أو المدة أو الزمن الذي يعني يكون يعني بعد صلاتك الذي هو الشمس بيضاء نقية إلى غروب الشمس مقدار ما يسير الراكب 3 فراسخ، مقدار ما يسير الراكب 3 فراسخ، يعني هذا يعني بيان للمدة التي يكون فيها الوقت اضطراريا، وقبل ذلك يكون اختياريا. نعم. وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، يعني من خروج وقت المغرب، من خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء إلى ثلث الليل. ويعني فإن إيش؟ فإن أخرت فإلى شطر الليل. فإن أخرت فإلى شطر الليل، يعني شطر الليل اللي هو النصف، هذا هو الحد الذي لا تؤخر الصلاة عنه إلا في حال اضطرار، فإنها يكون وقت يعني وقت اضطرار، يعني معناها أن الصلاة فيه أداء وليس قضاء إلى طلوع الفجر، للحديث الذي أشرت إليه بالأمس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. ومعلوم أن صلاة العشاء التي بعدها الفجر فإلى نصف الليل هذا وقت اختياري، وما بين نصف الليل وبين طلوع الفجر هذا وقت اضطراري. نعم. ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين عن الصلاة، يعني بل يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهذا كما عرفنا من عناية عمر رضي الله عنه بعماله و يعني اتصاله بهم وترشيد إرشادهم إلى الخير ودلالتهم عليه، وأن يقوموا وأن يأخذوا بالسنن الثابتة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر يعني فيه يعني نافع يعني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم عن عروة ابن الزبير يعني هذا لم يلقى عمر, ولكن الحديث يعني هذا الأثر يعني ما قبله شاهد له, وأيضا هو موافق لما جاء في الأحاديث المرفوعة التي تبين أوقات الصلاة. نعم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير وعن أبيه عروة بن الزبير. نعم عن عمر رضي الله عنه. قال مالك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة, فقال أبو هريرة أنا أخبرك, صل الظهر إذا كان ظلك مثلك, والعصر إذا كان ظلك مثليك, والمغرب إذا غربت الشمس, والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل, وصل الصبح بغبش يعني الغلس. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عبد الله بن رافع أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة. نعم. فقال أبو هريرة أنا أخبرك, صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. صل الظهر هذا وقت الظهر يعني إذا كان يعني نهايته إذا كان ظل الشيء مثله, يعني يبدأ من الزوال ويعني نهايته إذا كان مثله وظله, ثم يبدأ وقت العصر يعني من بعد ما يكون الظل مثل الإنسان يعني إلى أن يكون مثليه, يعني وهذا هو الوقت الاختياري, وهذا هو الوقت الاختياري. ومعلوم أنه إذا انتهى وقت الظهر بكون ظل الإنسان مثله فإنه بعده مباشرة يبدأ وقت العصر إلى أن يكون مثليه ومعلوم أن صلاة الظهر وصلاة المغرب كل منهما يستمر وقتها إلى دخول وقت العشاء, وأما وقت العشاء فلها كما عرفنا وقتان, اختياري واضطراري. اختياري من مغيب الشفق العصر من يكون ظل مثله إلى أن يكون مثليه, ومن يكون مثليه إلى غروب هذا اضطراري, والعشاء يعني من خروج وقت المغرب وهو مغيب الشفق إلى أن يكون إلى نصف الليل, ولكن لا يؤخر إلى ما يقارب نصف الليل. ولهذا إذا أتى بها يعني في ثلث الليل يعني يكون فيه الاحتياط, لأن من أخرها إلى نصف الليل قد يعني يحصل أنه يخرج الوقت الاختياري. نعم. والفجر قال والفجر وصل الصبح بغبش يعني الغلس, يعني غلس يعني في الظلام. ولهذا مر بنا في الحديث أن النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن من الصلاة يعني وهن متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلس, يعني الظلام يعني باقي وقد فرغوا من الصلاة. نعم. قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد. يزيد بن زياد بن أبي زياد ثقة. نعم. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. نعم وهو ثقة. عن أبي هريرة. نعم. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس الذي يعني يتعلق بصلاة العصر, وأنهم كانوا يصلون العصر يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف يعني وهم أهل قبى فيعني يجدهم يصلون العصر, ومعنى ذلك أن هذا كل وقت, يعني هذا صلوا في أول وقت وهذا صلوا بعد ما مضى منه يعني شيء, فكل منهما
وقت اختياري. نعم. والحديث متفق عليه. نعم. قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. عن أنس بن مالك. نعم وهو ثقة إسحاق. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا يعني مثل الذي قبله, لأن ذاك قال أنهم يصلون وجدهم يصلون العصر وقال فيأتيهم والشمس مرتفعة, يأتيهم والشمس مرتفعة يعني وهم يصلون. والحديث أيضا متفق عليه. قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. ابن شهاب محمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. ثم ذكر هذا الأثر عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أنه قال ما أدركت الناس يعني الصحابة إلا وهم يصلون الظهر بعشي, يعني معنى ذلك أنهم يعني يبردون بها وأنهم يعني يصلونها يعني في العشي, والعشي يعتبر من الزوال, قيل إنه من الزوال إلى غروب الشمس وقيل إنه من الزوال إلى نصف الليل وقيل إنه من الزوال إلى طلوع الفجر, إنه من الزوال إلى طلوع الفجر. والمقصود أن هذا كله يقال له عشي, يقال له عشي. فيعني بعض أهل العلم يقول إنه أو يعني بعض أهل اللغة يقولون إنه إلى نصف الليل, ومنهم من يقول إنه إلى الفجر. وكونه إلى الفجر هذا مثل ما يحصل في عرفة, وأن يعني أن الوقوف بعرفة يمتد إلى آخر الليل وإلى طلوع الفجر, إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للوقوف فهو تابع للنهار الذي قبله, تابع للنهار الذي قبله الذي هو يوم عرفة. نعم. قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة, والقاسم بن محمد هو يعني أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يعني ذكرهم القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عندما جاء فقهاء المدينة, فذكر منهم الفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة ذكر بيتين أسماؤهم في البيت الثاني, وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبهر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة, هؤلاء سبعة. ويطلق عليهم الفقهاء السبعة, وفي ذكرهم اختصار, يعني بدل ما يسرد أسماهم فلان وفلان وفلان وفلان, إذا قال كلمة الفقهاء السبعة كلمتين تؤدي هذا المعنى الذي هو ذكر سبعة أشخاص, تؤدي هذا المعنى الذي هو ذكر سبعة أشخاص. والفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسادس والسابع فيه ثلاثة أقوال, قيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهذا البيت الذي ذكره ابن قيم السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, فقلهم عبيد الله, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عروة بن الزبير, القاسم بن محمد, فقلهم عروة الله, فقلهم عبيد الله عروة القاسم بن سعيد, سعيد بن مسيب, سليمان بن يسار, خارج بن زيد بن ثابت, أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال رحمه الله تعالى وقت الجمعة.
قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. ثم ذكر وقت الجمعة، وقت الجمعة المشهور والقول الجمهور أنه مثل وقت الظهر، يعني أنه يبدأ بعد الزوال لا يكون قبله. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل، كذلك بعض الآثار ما يدل على أنه قبل الزوال، على أنه يجوز أن يتؤدى قبل الزوال، ولكن الأولى هو الإتيان به بعد الزوال، وذلك لأنه إذا حصل الأذان يعني عند بعد الزوال يعني يكون الذين في البيوت يصلون الظهر، يعني النساء والمرضى والذين لا يستطيعون الخروج إلى المسجد فإنهم يصلون الظهر. فيعني كونه يعني ما قاله الجمهور على أنه يكون بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأولى، وإن وجد قبل ذلك فإنه جاء ما يدل عليه، وإن وجد قبل ذلك قريب من الزوال ما فقد وجد ما يدل على ذلك. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيه طنفسة وهو يعني وهي فراش، يعني فكان يوضع تحت الجدار من الجهة الغربية، فإذا يعني وصل الفيء إليه وغطاه فدخل عمر وصلى بالناس وصلى الجمعة وخطب الناس ثم صلى الجمعة. وهذا الفراش لا يقال أنه موضوع من أجل أنه يعرف به الوقت، وإنما هو فراش يجلس عليه، فراش يجلس عليه، ولكنه صار علامة يعني يعرفون بها دخول عمر، وأنه إذا غطى الفيء يعني هذا الطنفسة. وقد سبق أن مر بنا يعني في بعض في صلاة الظهر أنه إذا كان الفيء ذراعا، إذا كان الفيء ذراعا فهذا يشبه يعني ما جاء هنا من أن هذه الطنفسة يعني فتكون يعني حصول الفيء، وكونه يأتي الظل بدل ما كان إلى جهة الغرب وزالت الشمس فإنه يرجع ويفي إلى جهة الشرق فيكون بهذا المقدار، والمقصود ذلك تحقق الزوال، تحقق الزوال. نعم لفظة طنفسة. قال يقول مالك ابن أبي عامر، مالك ابن أبي عامر المأمتن كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. نعم هذا بيان يعني وقت صلاة الجمعة من عمر رضي الله تعالى عنه. نعم ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. ثم يرجعون بعد صلاة الجمعة فيقيلون، يعني معناه ينامون نومة القيلولة، لأنهم كانوا في غير يوم الجمعة يفعلونها قبل الصلاة، يفعلونها في الضحى، ولكن لكونهم يبكرون يوم الجمعة ما يتمكنون من القيلولة فيأتون بها بعد الصلاة. وقد مر في جاء في بعض الأحاديث يعني عن الصحابة قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكانوا قبل ذلك في غير يوم الجمعة ليتمكنون من كونهم يقيلون ويتغدون، لكن يوم الجمعة يبكرون للصلاة فلا يتمكنون من الغداء والقيلولة إلا بعد صلاة الجمعة. هذا يدل على التبكير، يعني هذا التعبير أنهم يقيلون بعد الجمعة يعني أنهم لا يتمكنون من القيلولة قبلها لأنهم يبكرون إليها، لأنهم يبكرون إليها. نعم. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك
نعم وهو نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي. نعم. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني وعن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه, ذكر هذا الأثر عن عثمان أنه صلى الجمعة قال صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل يعني أنه يعني بعدما صلى الجمعة وذهب وملل مكان وموضع بين مكة والمدينة, ومعنى ذلك أنه يعني صلى الجمعة في أول وقت وسار حتى جاء ملل وهو الموضع بين مكة والمدينة وصلى فيه العصر. وقيل إن يعني هذا المكان بينه وبين المدينة يعني 17 فرسخ, وقيل 18, وقيل 22 يعني فرسخا أو ميلا ما أدري. نعم. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير, يعني أن التهجير يعني كون هذه المسافة من المدينة إلى ملل للتهجير, يعني التبكير بصلاة الجمعة في أول وقتها, وسرعة السير يعني كونه يمشي حتى قطع هذه المسافة ودخل وقت العصر الذي يكون ظل بعد كون ظل الإنسان مثله يعني يبدأ وقت العصر. نعم. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط, هذا ما أعرف يعني لكن هذا الأثر يعني تشهد له الآثار الأخرى التي تدل على معناه. نعم. عن عثمان بن عفان. نعم. في بعض النسخ عن سليط. قال ابن الحذاء في التعريف قال البخاري هو عبد الله بن أبي سليط, قاله محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب, وأبوه أبو سليط هو أسير بن عمرو, أسير بن عمرو ابن قيس أنصاري بني النجار شهد بدرا. ترجمة. نعم. من هو؟ قال البخاري هو عبد الله بن أبي سليط, قاله محمد بن إسحاق عبد الله بن أبي سليط. نعم. يروي عن محمد بن كعب وأبوه أبو سليط هو أسير بن عمرو بن قيس. هذا أبوه ليس هو الراوي. نعم. الراوي اسمه عبد الله. نعم. وأبوه أبو سليط اسمه أسير بن عمرو بن قيس أنصاري من بني النجار شهد بدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى في من أدرك ركعة من الصلاة. قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم ذكر في من أدرك ركعة من الصلاة, في من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة. يدخل تحت هذا أنه إذا أدرك ركعة من وقتها فإنه يدركها, ويعني وأيضا يدخل فيه أنه يعني يكون أنه أدرك حصل له يعني الاتيان بها, أو أنه يعني حصل له الحكم في ذلك, وهو أنه يعني حصلت له الصلاة وأنه أدرك الصلاة وأنه أتى بشيء اعتد به يعني في الصلاة, لأن الإنسان إذا يعني فاته ركعة أو أدرك ركعة بأن أدرك ركوعها فإنه أدرك شيئا يعتد به, أدرك شيئا يعتد به, لأنه إذا قام يقضي الباقي ما فات على شيء. لكن لو فاته الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل مع الإمام ولكن يقضي الصلاة كلها,
لأنه ما أدرك شيئا يعتد به، لكن في هذا الحديث فقد أدرك الصلاة يعني أدرك شيئا يعتد به، فهو يحتمل أن يكون الحكم وأنه أدرك شيئا يعتد به، أو أن المقصود بذلك إدراك وقت الصلاة كما مر بنا في الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قبل فإنه قد أدرك الفجر أي أدرك الوقت. فإذا يعني هذا الحديث يعني محتمل أو يعني يمكن يشمل هذا وهذا، يشمل كونه للوقت وأنه أدرك ركعة من الوقت فيضم إليها أو فيضم الباقي إليها، أو أنه يعني أنه أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به من الصلاة. لكن إذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة فإنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام وبذلك أدرك الجماعة، وبذلك يكون مدركا للجماعة، لكنه ما أدرك شيئا يعتد به. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللسان عندما يأتي يعني للصلاة فإنه يدخل مع الإمام حيثما كان، إذا وجده ساجد يدخل يكبر تكبيرة الإحرام ويلحق في السجود، ولكن كما هو معلوم لا يعتد بشيء لأنه ما أدرك شيئا، ما أدرك شيئا يعتد به، ما أدرك شيئا يعتد به، وإنما أدرك شيئا لا يعتد به. نعم. لكن بالنسبة للجمعة كما هو معلوم يعني من أدرك ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى، ومن فاته الركوع فإنه يصليها ظهر، ما يصليها جمعة، ما يصليها ظهر. والإنسان الذي يأتي والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة يدخل معه ويكون بذلك مدركا للجماعة. وقد جاء يعني ثبت قد ثبت ذلك، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1188 1188، يعني معناه أنه يدخل معه إذا جاء ولكنه لا يعتد بشيء ولكنه أدرك فضل الجماعة. نعم. قال حدثنا والحديث متفق عليها. نعم. مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نعم. أبي هريرة. نعم. قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أعد. عن نافع عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه قال إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني معناه يعني أنه مقصود السجدة يعني الصلاة، يعني إذا يعني فاتت الركعة يعني إذا فاتتك الركعة نعم فقد فاتتك السجدة. نعم، يعني معناه أن أطلق على الصلاة أنها سجدة، يعني تسمية للبعض بالكل، ولهذا يعني يقال للصلاة سجدة، ويقال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. ليس المقصود بذلك أنها يعني المقصود السجدة، لأن من فاتته الركعة فإنه فاتت الصلاة، يعني إذا كانت هذه آخر الصلاة فإنها تفوته، والمقصود بالسجدة الصلاة، وليس المقصود بذلك السجدة الذي هو السجود فقط، لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالسجود وحده إلا في سجود الشكر وسجود التلاوة. وأما الصلوات فإنها يقال لها سجود أو يقال لها الصلاة يقال لها سجدة، ولكن يعني لا يعتد بالسجدة وحدها، ولهذا يقال كما جاء في القرآن
فيسبحه أدبار السجود يعني أدبار الصلوات يعني التنفل بعد الصلوات أو الذكر بعد الصلوات. المقصود سجود الصلوات لأنه يطلق على الصلاة أنها سجدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة. ثم أيضا يعني تنصيص على أن الصلاة يعبر عنها بالسجدة، وذلك أن السجود هو في الصلاة هو الذي فيه غاية الخضوع لله عز وجل، لأن فيه الخضوع لله عز وجل وتعفير الوجه بالتراب خضوعا لله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني صارت الصلاة يعبر عنها بالسجدة. بل إن الأماكن أماكن العبادة تسمى مساجد أخذا من حادث السجود، وذلك أن الإنسان عندما يصلي يعني والمسجد يعني كما هو معلوم يطلق إطلاقين، إطلاق عام وهو كل مكان يصلي فيه الإنسان، أي مكان يصلي فيه الإنسان يقال له مسجد، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني مسجدا وطهورا أي مكان يدرك الصلاة يصلي فيه عنده مسجده وطهوره، طهور يتمم والمسجد يصلي في أي مكان. وإطلاق خاص وهو المساجد التي تبنى للعبادة إطلاق خاص، وقيل لها مساجد أخذ من حالة السجود، أخذ من حالة السجود في الصلاة، وذلك أن الإنسان في صلاته له أربع حالات لا خامس لها، أحوال المصلي في صلاته أربعة، فهو إما قائم قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين التشهد بين سجدتين وفي التشهدين، هذه أربعة. وأطلق على محلات العبادة مساجد لأن الأرض تستغل في السجود أكثر مما تستغل في الأحوال الأخرى، لأن الإنسان إذا سجد يعني جبهته وأنفه ويديه ورجليه وركبتيه كلها على الأرض، أما إذا كان قائما أو راكعا ما مع الأرض منه إلا رجليه، مع الأرض منه إلا رجليه. وأما إذا كان جالسا فقد ذهب أو ما حصل ذكر اليدين ولا الوجه الذي هو فيه تعفير الوجه بالتراب خضوعا لله سبحانه وتعالى. فإذا نطلق على الصلاة أنها سجدة لأنها يعني هي أخصها في الخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول. نعم. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وهذا أثر يعني عن 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 عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. عبد الله بن عمر. نعم. عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقول من أدرك الركعة أدرك السجدة، يعني أدرك الصلاة. من أدرك الركعة أدرك السجدة هي أدرك الصلاة. وهذا الأثر يعني هو أول البلاغات التي في موطأ مالك، لأن فيه بلاغات كثيرة. وقد ذكر يعني بعض العلماء أن البلاغات التي جاءت مالك أنها وردت من طرق أخرى من غير طريق مالك يعني صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول. نعم. مالك أنه بلغه. نعم. أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ثم ذكر هذا الأثر وهو مثل الأثر عن زيد بن ثابت ويعني عبد الله بن عمر، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، يعني أنه ما أدرك الإمام يعني وهو يقرأ القرآن،
ومعنى ذلك أن الإنسان عليه يحرص أن يكون مدركا الصلاة من أولها، يعني حتى يكون مع الإمام من أولها إلى آخرها ما يفوته شيء، لكن الصلاة تدرك بإدراك الركوع، يعني معناه الركعة تدرك بإدراك الركوع، ويعني لو ولو فاته القيام فإن ذلك يعني يسقط عنه، كما جاء ما يدل على ذلك في الحديث الذي فيه زادك الله حرصا ولا تعود. نعم. قال مالك عم أنه بلغه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال رحمه الله مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس ميلها. ثم ذكر ما يتعلق بالدلوك والغسق، وأورد هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يقول: دلوك الشمس ميلها، يعني ميلها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، إلى جهة المغرب، لأنها إذا زالت الشمس والظل بدل ما كان متجها إلى الغرب، لأن الشمس جاءت من الشرق وتجاوزت يعني مالت إلى الغرب، فإن الظل يعني ينتقل إلى جهة الشرق، ولهذا يقال الفي، ولا يقال للظل من جهة الغرب في، لأن المقصود الفي الرجوع، لأن الظل في الأصل كان من جهة الغرب لما طلعت الشمس إلى أن تزول، ثم يفيء يرجع الظل بدل ما يكون من جهة الغرب إلى يكون إلى جهة الشرق، وبذلك يكون يعني يدخل وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة على قول الجمهور. نعم. فابن عمر يفسر الدلوك يعني بالميل، يعني ميلها إلى جهة الغرب. نعم، ميل الشمس إلى جهة الغرب ومجيء الفيء أي الظل إلى جهة الشرق. نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. ثم ذكر هذا الأثر عن عباس، وفيه تفسير الفيء يعني بإيش؟ قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء. إذا فاء الفيء يعني رجع الظل، إذا رجع الظل الذي كان إلى جهة المغرب فصار إلى جهة المشرق، ولهذا يعني فيء يعني فاء رجع، يعني رجع يعني بدل ما كان متجها إلى الغرب الفيء تحول إلى أن يكون من جهة الشرق، لأن الشمس زالت يعني وتحول الظل وفاء. نعم. ونعم. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. غسق الليل يعني ظلمة الليل. نعم. مالك عن داود بن الحصين. نعم، هو ثقة ومخبر، هو فسر أو جاء ما يدل على أنه عكرمة مولى بن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع الوقوت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، ما هو سبب اختلاف العلماء في عد السابع من الفقهاء السبعة؟ أولا يعني أحب أن أذكر شيئا يتعلق ب يعني درس مضى، يعني وهو الكلمات النفيسة عن مالك رحمه الله، يعني ذكرت جملة منها وفيه يعني
من كلامه النفيس ما ذكره الشاطبي عنه في الاعتصام أنه قال من ذكر أو من قال إن في الإسلام بدعة سيئة بدعة حسنة من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال فما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. فما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. وهذا يبين لنا أن البدع التي حصلت والاعتقادات يعني في العقيدة والبدع اللي في العقيدة التي نشأت أنه لم يكن عليها الصحابة وهي يعني فليست دينا وإنما مخالفة للدين الذي جاء به الرسول. ولهذا جاء عن بعض عن الحسن البصري أنه قال لو كان ما يقوله الجعد حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا العقيدة كثير من الناس يعني في العقيدة يتبعون أبا الحسن الأشعري في العقيدة التي رجع عنها وهي يعني وهو إنما حصل ذلك يعني في القرن الثالث. فهذه العقيدة ما كان يعرفها الصحابة. الصحابة عقيدتهم واحدة وهي أن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يضاف إلى الله عز وجل فإنه يثبت على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى يعني من غير تشبيه من غير تمثيل وتشبيه ومن غير تحريف أو تعطيل وإنما إثبات مع التنزيه يعني فقوله ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. وإذن فهذه عقيدة الأشاعرة ما اعتقدها الصحابة ولا عرفها الصحابة وإنما عرفها الذي تعلموا مذهب الأشاعرة والعوام الذين ما تعلموا مذهب الأشاعرة عندهم الفطرة والفطرة هي يعني هي الحق وأنهم على الحق. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك البلاء جاء من التعلم لكثير من الناس جاءهم من التعلم ولو لم يتعلموا يعني هذه العقيدة لسلموا وصاروا مثل العوام الذين هم على الفطرة. يعني فهذا من أنفس ما يكون. وقد جاء عنه أيضا أنه قال إن السنة سفينة نوح أو مثل سفينة نوح من كان فيها نجا ومن لم يكن فيها هلك. إيش السؤال اللي قلته؟ لماذا اختلف في عد السابع منهم؟ ما هو سبب الخلاف في اختلاف العلماء في عد السابع من الفقهاء السبعة؟ ليش؟ سبب الخلاف في عد السابع اختلف في عدد الأقوال. والله هو جاء أقول هو جاء عنهم هذا يعني أحد يقول السابع فلان وأحد السابع فلان مثل ما مر بنا في السابع من شو اسمه هذا في الكتب الستة يعني أحد قال الموطأ وأحد قال ابن ماجه وأحد قال سنن الدارمي يعني يعني هكذا حصل يعني من العلماء من قال كذا ومنهم من قال كذا ولا أعرف يعني السبب الذي ولكن لعل يعني أن كل منهم يعني رأى أن هذا الشخص هو يعني أعد هذا الشخص دون غيره فمن أجل ذلك حصل الاختلاف. نعم. يقول بارك الله فيكم ما قولكم في ما ذكره الدهلوي في كتابه المسوى في شرح كتابه المسوى شرح الموطأ يقول كل ما يقول مالك بلغني عن فلان فهو وجادة عن كتب أهل العلم في زمانه ولم تصلنا.
يعني المهم يعني مثل ما قال بعض العلم أن هذه الأشياء التي لم تكن يعني متصلة من طريق مالك هي متصلة من غير طريق مالك، وعلى هذا فمن ناحية اعتبارها لا من هذا الطريق الذي جاء عن مالك، وإنما جاء من الطرق الأخرى التي لا تمر بمالك. أكثر من سؤال يقول إن في بلدهم يصلون، بعضهم يقول مثلا الفجر يصلونه متأخرة قبيل طلوع الشمس، وبعضهم يقول العصر يؤخرونها حتى يصير ظل كل إنسان مثليه، ما العمل؟ هل يوافقهم أو يصلي وحده في أول العمل وقت؟ العمل على أنه يجتهد، يجتهد على أنه يبين لهم السنة ويبين لهم الشيء الذي يعني فإذا كان حصل في الإسفار يعني الإسفار وقت للصلاة، لكن كونه عند طلوع الشمس هذا كما 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 قيل من حام حول الحما كما جاء من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. المهم في الأمر أن الإنسان يسعى ويجتهد إلى أن يجعلهم يعملون بالسنة ويأخذون بالسنة ويأخذون بالاحتياط في الدين، ولهذا كان الاحتياط في الصلوات أن صلى في أول وقتها إلا الظهر، ففي شدة الحر يعني يشرع يشرع الإبراد. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين بلاغات الإمام مالك وتعليقات الإمام البخاري؟ تعليقات يعني من ناحية الشبه هي متشابهة، لأنها ساقط يعني أقول ساقط يعني الذي فوق الإمام مالك وساقط الذي فوق الإمام البخاري، كل هذا ساقط، لكن البخاري تعليقاته لها شأن وفيها كلام، وأنها إذا جاءت بصيغة الجزم فهي صحيحة، وإذا صارت بصيغة غير الجزم يعني ينظر فيها يعني فيها قد تكون صحيحة وفيها كلام يعني في بعض أحوالها. وأما بالنسبة لبلاغات مالك فيعني السقوط يعني لا شك أنه سقوط، ولكن من ناحية الاعتبار يعني بعض العلماء قال إنها جاءت من طرق أخرى غير مالك، وعلى هذا فحصول السقوط عند مالك لا يؤثر لأنه حصل اتصال عند غيره. يقول بارك الله فيكم، ما معنى القيلولة؟ القيلولة النوم في وسط النهار، هذا هو القيلولة، ولهذا كلمة قال تأتي بمعنى قال من القول وتأتي بمعنى قال من الفعل، رجل قال في ظل دوحة قال يعني نام، القيلولة في ظل دوحة هذا فعل، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا قول، قال فلان كذا هذا قول، فكلمة قال فعل ماضي يأتي يراد به الفعل ويراد به القول، فإذا جاء بعده مقول صار قولا من القول، وإذا صار ليس بعده مقول وإنما هو يعني لازم فإنه يصير من النوم الذي هو نوم القيلولة وهي وسط النهار، كراكب قال في ظل دوحة يعني نام نومة القيلولة في ظل دوحة. يقول وما هو الوقت المختار للقيلولة؟ وهو ما هو الوقت المختار؟ ما هو إيش الوقت المختار؟ يعني هم طبعا كل إنسان على حسب ما يتيسر له، لكن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان القيلولة عندهم قبل الزوال، يعني في الضحى قبل الزوال، يعني ولهذا قل ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون للصلاة، فكانوا يعني فاتتهم القيلولة فيأتون بها بدل قبل الزوال يأتون بها بعد صلاة الجمعة لانشغالهم عن الاتيان بها
في الوقت المعتاد في غير الجمعة بالتبكير للجمعة فلا يتمكنون منها إلا بعد الصلاة. يقول: ما حكم انحناء الرأس عند التحية؟ هل يعد نوع من أنواع الركوع؟ والله لا شك أن 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 الانحناء للمخلوقين أن هذا لا شك أنه سيء، وهذا عمل منكر، والإنسان إذا وجد من هذا الشيء ينبه، لأن البلاء يعني يحصل لترك الناس بدون تنبيه وبدون تعليم وتوجيه، فإذا حصل من أحد يعني ينبه بحيث أنه يعني يكون قائما ما ينحني، لأن الانحناء إنما يكون خضوع وذل ويكون لله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن حديث: لا تقوم الساعة حتى ترى الرجال لا أحلام لهم. حتى إيش؟ ترى الرجال لا أحلام لهم. والله هذا لفظ ما أعرف، لا أعرفه، لكن الساعة كما هو معلوم تقوم على شرار الناس، يعني الذين يعني يبقى حثاله، يعني لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويعني ويتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة وليس لهم أحلام. هذا من ناحية الواقع، هذا حال الذي تقوم عليهم الساعة، لكن بهذا اللفظ لا أدري، ولكن معناه هو هذا الذي أشرت إليه، وهو أنه إذا يعني ظهر ريح تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة عليهم تقوم الساعة، يعني هؤلاء لا أحلامهم ولا عقول. يقول: قبل إسلامي ولدت قبل إسلامي ولدت لي بنت من زنا. ولد إيش؟ لي بنت من زنا. إيش؟ ولدت لي بنت من زنا. هل لي فيها حق، وهل لها علي حق شرعا؟ أبد، بنت الزنا يعني ليست بنت للزاني، وأما الإحسان كونه يحسن إليها ويحسن إلى أي إنسان يحتاج إلى إحسان فهو مأجور على ذلك، وأما الزاني لا 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 ينسب إليه، لا ينسب إليه يعني ما يحصل نتيجة للزنا. نعم. وهذا آخر يقول: رجل تزوج امرأة وأنجبت له ابنا ثم ارتدت والعياذ بالله، ثم ارتدت وتزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتا، فهل الزوج الأول يكون محرما للبنت؟ أعد. رجل تزوج امرأة وأنجبت له بنت ابنا ثم ارتدت وتزوجت المرأة. ارتدت المرأة، نعم، وتزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتا. نعم. يسأل: الزوج الأول هل يكون محرما للبنت من الزوج الثاني باعتبار أنها بنت زوجته السابقة؟ يعني يبدو الأصل أنها كذلك، لأنها بنت زوجة، بنت زوجة، لكن حصلت في حال ارتداد. نعم. في حال ارتداد. نعم. لأنه يترتب على ذلك، يقول: هل يمكن إبقاء، لأنه أخذها ورباها والآن بلغت، هل يمكن إبقاؤها في بيته مع أخيها؟ رجل عنده بيت يعرضه للإيجار، ويشترط على المؤجر أنه إذا تأخر في دفع الإيجار عن 10 أيام من بداية الشهر فعليه مبلغ إضافي يضاف إلى الإيجار. رجل عنده بيت يعرضه للإيجار ويشترط على المؤجر أنه إذا تأخر في دفع الإيجار عن 10 أيام من بداية الشهر فعليه مبلغ إضافي يضاف إلى الإيجار. والله يعني مثل هذا في محذور، هذا شبيه بالربا، إما تربي وإما تقضي وإما تربي.
يقول: ما حكم الاغتسال للجمعة قبل الفجر والخروج إلى المسجد؟ ما حكم؟